درسنا عن فيتامين د اللي يساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. ما شاء الله عليك، أنا وايد مستانس من ذكائك. شو بتسوي يا سالم؟ انت مبين ياها لي سلوم، لازم اعرف معلومات اكثر. فيتامين دال ها هذه لقيتها. عشان تي تويت اعرف اهمية البيض لانه يحتوي على فيتامين دال هي اكيد. بعد لا تنسين السمك، خاصة السليمون والتونة لانهن يحتوون على فيتامين دال. واكيد لازم تعرفين ان الانسان يتعرض للشمس 10 دقائق. هي صح يا سالم، 3 أو 4 مرات في الاسبوع، لان الجسم يصنع الفيتامين. لكن دير بالك تتعرض لها في الوقت المناسب، يعني قبل 10 الصبح او بعد 4 المساء. والله مشكور يا اخوي لان معلوماتك مفيدة. ما شاء الله عليك. كفو يا سالم. هي ترى الصحة غالية وايد، صحتك حياتك.